اللي هو دريسا سيلا. هو يدخل لمين يا ترى؟ يدخل لمين يا ترى؟ والمباراة لمين يا ترى؟ والهدف الأول عبد النور، عبد النور، عبد النور ينير سماك المنستير. 1-0 في دقيقة 58. هذه هي. يا ترى يدخل لمين؟ لمين يا ترى؟ وأنا مش أقول لك لمين لمين لمين، للنصور يا لمين. 1-0، 1-0. عبد النور يسجل ثاني أهدافه للنصور. 1-0 من مدافع طالعين بالراس، بالراس خذاها، بالراس حطها في الشبكة على يمين الحارس موسى يا ترى. 1-0 بعد معاناة وبعد تمنع وبعد رف وبعد لفت وبعد أن قالت لا وبعد ما تعزت علينا وبعد ما دلت علينا وبعد ما رفضتنا دخلت بالقوة يا عبد النور. 1-0 تحلق معك النصور. الكوتر القاتل، بربي لا تضيعوه، بربي لا تضيعوه. يخرج بالكورة مش حكاشي، هو احتيرة. من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من ثاني؟ إيليه أنيس بن احتيرة يا أستاذ، أنيس بن احتيرة يا أستاذ. 2-0 فازت النصور. أنيس بن احتيرة أول هدف ليه مع المنتخب الوطني التونسي في أهم المواعيد، في أصعب المواعيد، في رونديفو، رونديفو مع الأستاذ بن احتيرة. ما هذا، ما هذا، ما هذا. غدارة، منصف غدارة اللي هو منصف الخويني مع طبعا حاتم الميساوي يستاني الثاني بقوة. من أين هذا؟ من أين جبتوه؟ نحن نعرفوه. اليوم اتحلت الشبكة. ملا بومبا، ملا بومبا، ملا بومبا، ملا بومبا، ملا بومبا. 2-0 صبورة كحلة للجيني. 2-0، مبروك الانتصار.